دي المفاجأة الكبيرة اللي عايز أقولها لجماهير نادي الزمالك. ركزوا معايا شوية. حمدي النجاز لا يمانع العودة مرة أخرى لنادي الزمالك. حمدي النجاز ده طبعا الظهير الأيمن لمنتخب تونس، لنادي الترجي، أجاد بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك، وحصل مع نادي الزمالك على الكونفدرالية، وكان مشي باختلاف في مستحقاته، وده وارد يحصل يعني، ما اتخانقش مع مستحقات، مشي هو عايز مستحقاته، لا في اختلاف، لا انا صح لا انت غلط، والى الان لسه المفروض ان في كلام على مستحقات حمدي النجاز، وهو علاقته قوية جدا 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 بلعيبة نادي الزمالك، يعني متواصل معاهم، لعيب راجل، ده كلنا شفناه، عشان بس نفرق ما بين مشيان حمدي النجاز وعودة حمدي النجاز، ان الراجل يبقى عنده رغبة انه يرجع نادي الزمالك تاني او الدوري المصري، حط تحتها 4-5 خطوط، ده معناه ان الراجل ده بيحب نادي الزمالك، وكان احد اسباب فوز الترجي على الزمالك وحمدي النجاز، والكلام ده ان الجهة اليمنى لنادي الزمالك في حالة لا يرثى لها، فدي معلومة مهمة جدا جدا لازم وسط الاخبار كده، لان جماهير نادي الزمالك تحس ان هي حزينة على موضوع فرجاني ساسي، لكن ما تحزنوش على اللاعب، خليك في ظهر ناديك، ونادي الزمالك ما بيقفش على اي لاعب، وده اللي احنا قلناه في 18-1، نادي الزمالك هو اللي بيصنع النجوم، هو اللي بيصنع فرجاني، هو اللي بيصنع بن شرقي، هو اللي بيصنع طارق حامد، هو اللي بيصنع جنش، هو اللي بيصنع ابو جبل، هو اللي بيصنع زيزو، كل الناس دي اللي صنعهم نادي الزمالك، كل الناس دي اللي صنعهم نادي الزمالك.